بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج ملعب SBC، دائما الانطلاقة بالعناوين. السعودي يبهر القارة ويصل إلى نهائي آسيا. الأحد الأولمبي السعودي يلاقي أوزباكستان في النهائي. الدوري هذا الموسم الأطول في دوري المحترفين. حياكم الله مشاهدي قناة SBC ومستمعينا عبر أثير جدة في حلقة جديدة من برنامج ملعب SBC. دائما مشاركاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم، انتقاداتكم، تساؤلاتكم محل اهتمامنا بكل تأكيد عبر هاشتاغ ملعب SBC اللي ظهر لكم في بداية الحلقة. معنا بدايتنا خضرة اليوم. خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة. العزيز أحمد عطيف، المحلل الفني لبرنامج ملعب SBC. حياك الله أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الرحمن وضيوف الكرام. أرحب كذلك بالزملاء الأعزاء عبد الرحمن بعود. حياك الله عبد الرحمن، أهلا وسهلا فيك. حياك الله أخوي عبد الرحمن، بارك لكم تأهل منتخبنا تحت 23 سنة إلى نهائي آسيا. كذلك رحب بعلي العنزي، أهلا وسهلا علي، حياك الله. الله يحييك أخوي عبد الرحمن، سعيدين بالتواجد معكم مع الزملاء الأعزاء، وبإذن الله تعالى تكون حلقة مليئة بالأخبار المثيرة اللي ينتظرها المشاهد الكريم بإذن الله تعالى. خلينا ندخل في المنتخب الأولمبي اليوم. منتخبنا الأولمبي يا ربي لك الحمد والمنة انتصر على المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل. حسين العيسى بيضها كبديل في البداية وأضاف الهدف الثاني طبعا بعد تمريرة رائعة كانت من فراس البريكان في شوط المباراة الثاني. نتابع سويا هذا الهدف الأول لمنتخبنا الوطني من الكابتن حسين العيسى اللي أتى منطلقا وسدد تسديدة لا تصد ولا ترد بكل صراحة، ويعتبر هو الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. وهناك حالة طرد للمنتخب الأسترالي في شوط المباراة الأول، وهذا الهدف في شوط المباراة الثاني الأيمن يحيى. مسيرة يعني من أفضل المسيرات المنتخب السعودي الأولمبي يمكن اللي خاضها في آسيا أحمد بصراحة، واللي شفناها اليوم بانتصار من خلال هذه المواجهة أمام أستراليا، وهذه الأرقام تتحدث لعلها 62% استحواذ عندك كان. أول شيء ألف مبروك المنتخب السعودي والقيادة الكريمة على التأهل منتخبنا الأولمبي لنهائي مهم بالنسبة لنا كمنتخب وككرة سعودية، وهذا يدل على التطور اللي قاعد نشوفه. ألف مبروك للاعبين، لإداريين، للجهاز الفني. فأعتقد أن المباراة كانت مباراة صعبة أمام منتخب صعب، لكن المنتخب اليوم ظهر بشخصية البطل، شخصية المنتخب القوي على المستوى الفني، على المستوى الانضباطي داخل الملعب. فأعتقد مباراة كانت صعبة، لكن المنتخب السعودي حقق الأهم اللي هو الثلاث اللي هو اللي تأهل للنهائي، فهذا شيء جيد، وإن شاء الله في النهائي نحتفل بالبطولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إحنا واجهنا 6 مرات أوزباكستان يمكن في مسيرة المنتخب السعودي، ولا مرة انتصر علينا، ويا رب تكون السابعة. إحنا إن شاء الله ما راح ينتصر علينا. عبد الرحمن بعود، ألف مبروك تأهل المنتخب لنهائي آسيا. الله يبارك فيك. طبعا الهوية واضحة، هوية البطل من أول مباراة في هذه البطولة واضحة. يكون عندك كلين شيت في جميع المباريات، عمل كبير صراحة، جهاز فني، جهاز إداري، لاعبين، نقول يعطيهم العافية. اليوم أنا صراحة كان بدي أتكلم عن فراس البريكان، نقول الله يعطيك العافية كابتن. أنا ما أتكلم عن اللاعب يسجل ولا لاعب يصنع، اليوم صنع هدفين مع أنه هو المهاجم. اليوم فراس يا عبد الرحمن، كثير من اللعيبه اللي ما يختلط، وكابتن احمد كذا الان بيشاركني هذا الراي، كثير من النجوم الشباب هذول لما يروح في منتخب اول ويرجع يشارك مع منتخبات اقل في الدرجات السنيه، تشوف انه يعني ما راح اقول لك يغتر، لكن يرى نفسه اعلى. اليوم فراس اعطاني الشيء المهم،
شعر بالمسؤوليه انه المنتخب يحتاجه. هو من الاساس تم ضمه للقائمه، ولكن ضم في الادوار النهائيه لاعب حس بقيمته، حس انه فعلا انه تحت الرهان، وانه هو مطلوب منه انه يخدم المنتخب. اليوم استلام الكوره في الهدف الاول ويذهب للجهه اليسرى وهو عنده القرار، ترى عنده القرار، اتخذ القرار المناسب. أنا شكرا للكابتن فراس، شوف متى اتخذ القرار وكيف ناولها بالشكل هذا. الهدف الثاني برضه يصنعها بشكل مشابه. فشكرا فراس انك انت قاعد تعطي قد ما تقدر، وشكرا انك شاعر بالمسؤوليه. فراس يشعر انه الان يعني هو شايل هذا المنتخب، يطلع من اجواء منتخب اول، فيعطيه العافيه يعني، يعطي العافيه ومنافسه لاعب مؤسس. وانا اشكر صراحه بالمناسبه الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق اللي كان يراهن على اللاعب. ترى انا اعرف عن اللاعب هذا انه من الفئات السنيه ومهتم فيه امير فيصل، لانه يرى انه فيه نجم. فالحمد لله الان الامير فيصل صنع نجم من نجوم كره السعوديه. اتمنى الكابتن فراس يحافظ على نفسه. جميل. ان شاء الله انه هو ظله المنتخب السعودي باذن الله تعالى. علي، اول شيء الف الف مبروك، فوز مستحق بلا شك. المنتخب اليوم عبد الرحمن، انا بيتكلم على المستوى التكتيكي، حتى لما نشوف الاهداف اهداف مشابهه مع اختلاف اللاعبين. تتكلم على طريقة لعب واضحة من المدرب الكابتن سعد الشهري، اللي ما شاء الله تبارك الله هذا ثالث نهائي يوصل له خلال السنوات الأخيرة، جالس يقدم عمل كبير جدا. يا رب. المدرب واللاعبين يعني هم كلهم مجموعة واحدة، يعني اللي يفوز أو يخسر ما راح يخسر مدرب الحالة، لأنه بالأول والأخير مدرب بدون لاعبين ما يقدر يسوي شيء. فصراحة المنتخب جالس يقدم كرة حلوة. تتكلم على أداء اللاعبين بشكل عام، صراحة كان جدا ممتاز. البنية الجسمانية اليوم منتخب استراليا كانت فارقة كثير عن لاعبينا، ومع ذلك كنا مسيطرين على الكرة بشكل أكبر. أكيد يعني الطرد إنه أثر على المنتخب الاسترالي، ولكن هذه كرة لابد إنك تستغل كل الظروف. جميل. المنتخب قدم مستوى يستحق الإشادة عليه صراحة. أنا عبد الرحمن ما ودي أدخل في تفاصيل، لكن أحيانا تسمع آراء تستغرب منها، إن أحيانا ما ودي المنتخب يفوز عشان المدرب سعد الشهري. عبد الرحمن، ما ودنا نسوي ان حالنا مستغربين من هالكلام، واحنا نشوفه بشكل ما حد سوى حالنا مستغرب الحين. احنا قاعدين نسمع منك علي. لا لا لا، بس عشان انا لا لا, لا, لا ساكتين كان طالع. طيب انا ما تونا بادي الحلقه. بس شوف، انا ما ودي احد يسوي مستغرب، سواء انا المشاهد او انت واحمد او المشاهد او اي احد، ايه ان يسوي حاله مستغربه وما نبي المنتخب عشان يفوز عشان سعد الشهري. هي إيه موجوده، وشفنا اليوم ناس لها مكانتها. شوف، انا بالنسبه موجوده كابتن، بالنسبه لسعد الشهري اعتقد ان سعد قدم صوره ايجابيه كمدرب فني على مستوى عالي للامانه. قاعد يقدم لاعبين، يعني اغلب اللاعبين اللي موجودين الان واللي قاعدين يمثلون في المنتخب اشرف عليهم، حتى على مستوى المنتخب الاول سعد الشهري اشرف عليهم. سعد الشهري حقق انتصارات كبيره، وسعد الشهري قاعد يقدم نفسه بشكل كبير وممتاز جدا. اعتقد ان سعد الشهري مثال للمدربين الكبار على مستوى الخارطة الفنية في الكرة السعودية. سعد حتى لو انتقد سواء من يعني أي انتقاد، المدرب معرض للانتقاد، لكن أنا بالنسبة لي أنا أشوف سعد مدرب على مستوى عالي. سعد يستحق المكان اللي هو فيها. سعد يستحق انه يكون من المدربين المميزين، لان احنا قاعدين نشوف وش قاعد يعمل. لا كابتن احمد، اكثر اللي يتكلمون بصراحه عشان نكون واضحين، المدرب سعد الشهري نصراوي. المدرب سعد الشهري، شوف انا الاراء هذه موجوده. شوف، حتى وان وجدت الاراء لا هذه، لا مو هي موجوده. انا اقول لك حتى وان وجدت، وان كانت موجوده، انا ما يهمني في الاول والاخير. انا كمسؤول على الرياضه السعوديه وكمسؤول على الجهاز الاداره الفنيه للمنتخب السعودي، وش قاعد يعمل سعد؟ وش النتائج اللي قاعد يقدمها؟ العين صح. ما اللي احنا قاعد نشوفه، سعد قاعد يقدم شيء مميز جدا. يعني اغلب اللاعبين اللي ما اخذوا، حتى شوف، رغم انه في لاعبين في المنتخب الاولمبي، بيجيك ناس ممكن على كلام الاخ علي يقول لك اللعيبه اغلبهم يلعبون فريق، ولا للاسف يعني في فرصهم ضئيله في المشاركه بوجود 7 لاعبين اجانب، الا ان سعد يعيد ويعطيهم الفرصه ويظهر الامور الفنيه الموجوده الايجابيه في اللاعبين المحليين. فاعتقد ان سعد قاعد يقدم يمكن صوره. يمكن الارقام اللي قدامنا تتحدث، يعني الاخضر في اسيا تحت 23 عام، تتكلم عن 4 انتصارات وتعادل وحيد و11
هدف له وما دخل شباكه اي هدف. يعني يعزز كلامك احمد اللي قاعد شوف بولس. سعد مو بس هذه البطوله سعد، انت لما تيجي للبطولات الماضيه تاهلنا للنهائي الماضي، صحيح انه خسر لكن نهائيا مو نهائي الماضي اللي هو الاولمبي انا اقصد، ولعب على نهائي كاس اسيا برضو اللي خسر بلنتيات امام اليابان، تاهل لكاس العالم، تاهل لدور 16 في كاس العالم، معناته ان المدرب قاعد عنده شغل فني ونتائج ايجابيه وقيمه فنيه عاليه. شوف هو باختصار شديد احنا لما نتكلم على هالموضوع هذا عبد الرحمن، احنا نتكلم عشان نعطي رساله للناس للمتلقي للمشاهد انه بعيدا عن كونه نصراوي هلالي اتحادي اهلاوي، هو الآن يمثل المنتخب وجالس يقدم نتائج إيجابية، المفترض أن ندعم المدرب وندعم اللاعبين أفضل من الكلام الصراحة اللي لا يودي ولا يجيب. طيب عشان الكلام هذا لا يودي ولا يجيب، خلنا نرجع شوي فنيا للمباراة اليوم. إذا تتكلم عن القوة البدنية، إذا تتكلم حتى على التمرس، إذا تتكلم حتى على الأداء اليوم، يمكن وش فرقنا فيه أحمد عن أستراليا اليوم؟ شوف أول شيء وجود الأسلوب، يعني واضح أن على المستوى الأسلوب الفني كان موجود، الأسلوب الضغط العالي، التحول الهجومي، الطلوع من الضغط اللي يسويه المنتخب الأسترالي كان موجود، هذا معناته شغل فني يعني بحت، شغل مدرب ما جاء محض الصدفة، معناته أن المدرب عنده عارف قرى المنتخب الأسترالي وعارف الأدوات اللي موجودة عنده واستغلها بشكل جيد، وهذا اللي صار. يعني شفنا يعني احنا لو نشوف في الهدف الأول كان في ضغط في نص الملعب وتحول التحول الهجومي وصار في زيادة عددية من الخلف، نفس الهدف الثاني اللي كان في ضغط برضو من حامد الغامدي وتحول هجومي وصدر في وسجلنا الهدف الثاني، معناته المدرب عارف وين نقاط الضعف في المنتخب الأسترالي والمدرب اشتغل بشكل جيد على الأدوات اللي موجودة عنده، في تطور على المستوى التمرير، في تطور على المستوى التحول الهجومي، من مباراة لمباراة نشوف ان احنا قاعد في تطور كبير، وهذا اللي الشيء اليوم اللي صار، فالله يعطيهم العافية وان شاء الله المباراة القادمة يقدمون افضل. طيب انا اتكلم على القادمين من الخلف شوية، يعني اليوم شفت مثلا حسين العيسى جاي من الخلف ودخل ال 18 بالنسبة لاستراليا وسجل ما بين 3 لاعبين، اليوم ايمن يحيى ما بين 4 لاعبين كذلك قادم من الخلف وسجل، مع أن يعني النظرة الفراس كانت مختلفة بصراحة في المباراة، كان عارف تحركات فراس. صحيح. هذا معناته ما أنا لما أقول لك لما تتكرر وتتحسن الحالة أكثر من مرة معناته أنه في عمل يعرف وش الأشياء السلبية اللي متوفرة كانت موجودة في الأشياء في المباريات السابقة ويصحح عليها، وتحدث في المباراة هذه معناته أنه عمل، يعني المدرب اشتغل على التحول الهجومي بشكل جيد والزيادة العددية بشكل جيد اللي شفناها من حسين وشفناها من أيمن يحيى، وحتى في فرص ضايعة كانت فيها زيادة عددية أيضا من أحمد الغامدي، فأعتقد أن الأشياء الإيجابية الفنية كانت موجودة بشكل كبير، حتى على مستوى التنظيم الدفاعي ممتاز، فأعتقد المنتخب السعودي إن شاء الله أن عنده الفرصة أن يحقق اللقب بإذن الله. بإذن الله تعالى. كم نسبة يعني تفاؤلك أحمد؟ والله شوف أنا متفاعل، والشيء اللي قاعد نشوفه شيء إيجابي، لكن المباريات الكؤوس دائما تختلف على جزئيات، تلعب على جزئيات بسيطة، ممكن تكون أنت الأفضل وتخسر، ممكن تكون أنت الأسوأ وتكسب. طيب هنا ماجد العدواني في تويتر يقول من أجمل المقتطفات المكتسبات الفنية بعد الانتصار على أستراليا، لك الرأي أحمد، إحكام الضغط العالي والعكسي، إخراج الكرة تحت الضغط، الاستحواذ بشكل إيجابي، التنوع في أسلوب اللعب، برافو للكابتن سعد وألف مبروك للجماهير السعودية، تأهل مستحق لنهائي القارة. هذا اللي ذكرته، التحول والضغط العكسي والضغط حتى في منتصف الملعب، فأعتقد أن هذه الأشياء ما جت من فراغ، واضح أن المدرب سعد الشهري عمل عليها بشكل كبير. أنت لما تعمل على شيء وتحصد ثماره في مباراة معناته أن العمل قاعد ما جاء من محض الصدفة، كان في تمرين، في إصرار على الأسلوب هذا، وشفنا الشيء هذا في أرض الواقع اللي هو في المباراة. طيب عبد الرحمن تكلم عن فراس الرهان. إيه هذا فراس الرهان أحمد، أنا برأي أحمد طبعا لاعب كرة دولي، إحنا ترى متابعين وحتى نخجل ندخل في تفاصيل فنية بحضور كباتن بالعكس أحمد. فكابتن فرس الرهان لما يكون أنا مدرب وأنت خليني تقول كابتن أحمد أنت الآن عندك الأسلوب هذا، لو أنت درست منتخب أسترالي أكيد لازم يكون عندك فرس الرهان واحد مثل فراس البريكان اليوم قاعد يسوي لك هذا الشيء. أنا ودي والله تفصيل فرس البريكان اليوم وش اللي شوف انا دائما انا احب اللاعب اللي يلعب للمجموعه واللاعب اللي ما يحب، انا ما احب اللاعب الفردي،
اللاعب اللي يلعب للمجموعة هذا يعطيك طابع، حتى لو ما سجلت تشوفه في المساهمة في المساندة. فراس من اللعيبة اللي قاعد يطور نفسه بشكل جيد. أنا أعتقد النقطة الإيجابية عند فراس البريكان اللي هو نقطة تحوله من الانتقال واللعب بشكل أساسي في الفتح، أعطت الثقة الاستمرارية، هذه مهمة عند اللاعب. إذا كانت الإمكانيات موجودة يحتاج اللاعب استمرارية. إحنا قاعدين نشوف لاعبين مميزين على مستوى عالي في المنتخب الأولمبي لكن يفتقدون للمشاركة بشكل أحمد. مو أي أحد يسويها أنه يطلع من نادي مثل النصر ويروح هذا. شوف أنت لازم أحيانا لازم تضحي، أحيانا لازم تضحي على مستوى الجماهيرية، على مستوى أنت ممكن تقعد في النصر 5 سنوات 6 سنوات بس ممكن تلعب نسبة بسيطة في كل سنة 10% أو 15%، لكن ممكن أذهب إلى نادي متوسط أو نادي أقل من النادي النصر اللي هو فيه وألعب بشكل تقريبا 90% وتطور بشكل كبير، لأن اللاعب ما راح يتطور إلا مع الممارسة ومع الاستمرارية. فأعتقد أن القرار اللي اتخذه قاعد يثني ثمار. عشان كذا الموضوع عشان كذا فراس والله سألت سؤال أحمد وأحمد الإجابة ما خلتني. أنا أحب الأمور الفنية. طيب أنا بنرجع للأمور الفنية، عندنا بنتكلم عن المنتخب السعودي اليوم أغلب الحلقة لأنه يستحق بكل صراحة، وراح نفصل في تفصيل سواء على المستوى الإعلامي وحتى على المستوى الفني. المشاهدين والمستمعين الكرام فاصل القصير وبعد الفاصل. الأخضر يصل إلى النهائي بشباك نظيفة. الحريقة اليوم خضرة ولع الملعب حريقة، شبت النيران خطرة، وصل الأخضر طريقة، أخضر ومعروف قدرة وكلنا يعرف فريقة، عدت في كل مرة يرسم أحلام حقيقة. حياكم الله مشاهدي قناة SBC ومستمعين عبر أثير جدة FM، مواصلين أكيد في الحديث ومشاركاتكم بالهاشتاج محل اهتمامنا بكل تأكيد. عبد الرحمن كنت تتكلم قبل الفاصل، يمكن تكلمت مع الكابتن أحمد عن كثير من الأمور الفنية، بروح معك عن الأمور الإعلامية. المنتخب الأولمبي عليه الضوء في الوقت الحالي ولا تحس أن الناس عشان يعني حتى في فترة التوقف ما تحس أن كانوا في ناس متابعين؟ لا والله في متابعة جيدة. أعتقد أنه القرار حق تأجيل الدوري خلى الناس فعلا تتابع الموضوع. أنا ما أقول لك الناس بتتابع 100% يعني زي توقيت مباراة اليوم متعب يعني أربع العصر. أي نعم، ففي ناس لا تحب الكورة ومتابعة. لا أنا أشوف أنه في اهتمام، في تفاعل جماهيري وإعلامي سواء من الإعلام من اللعيبة القدامى، أنا أتكلم عن المنصات الاجتماعية. فبالعكس وإنجاز أنا أعتبر أنه الوصول إن شاء الله أنه يكتمل بالفوز. أوزباكستان خلينا نتكلم عن منتخب الآن متطور جدا، يعني أوزباكستان يعني قبل كم سنة مش زي الآن، وكل سنة تراها أفضل من اللي قبلها. فيجب إحنا فعلا لعيبة المنتخب يستدركون هذا الأمر، انه الفوز على استراليا مو نهاية المطاف. لو في كلام كثير عن استراليا، يعني اليوم حالة الطرد ساعدت شوي في كثير اشياء، برجع لك احمد فيها وبرجع العلي، لكن خليني ارحب بالعزيز تركي السلطان عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية. حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، حياك الله اخوي عبد الرحمن، احييك واحيي الساده المشاهدين والمشاهدات والضيوف الكرام. اهلا وسهلا. اول شيء مبروك الوصول للنهائي، يعني ما نتكلم عن الوصول النهائي انه تاريخي، ولكن تاريخي بالارقام المحققه مع سعد الشهري. مبروك للجميع عبد الرحمن، مبروك لنا جميعا، مبروك للوطن هذا التاهل للنهائي. يعني هو الحمد لله تاهل ايضا يعني صاحب ارقام جميله، تتكلم عن تنسيب جميع المباريات، تتكلم عن 11 هدف في مشوار البطوله كاكثر فريق او كاكثر منتخب سجل اهداف. هذه الأرقام أيضا يعني تنصف هذا الفريق، تنصف الجهاز الفني والإداري والطبي العامل مع البعثة الموجودة في البطولة. أكيد الطموح الآن أصبح الهدف الآن هدف الحصول على البطولة، الأهم أنه الكل يعمل على هذا الهدف، وإن شاء الله تعالى أنه يتحقق يوم الأحد بإذن الله.
باذن الله تعالى. قبل لا يدخلون اللاعبين المنتخب لهذه البطوله، كان هدفكم الوصول للنهائي وانكم تحصلون على هذه البطوله كاتحاد سعودي، ولا الهدف انه والله نشوف هذا الجيل ايش بيعمل؟ يعني انت لما تتكلم عن المنتخب السعودي معناته وتدخل في اي بطوله معناته انت تبحث عن الوصول الى ابعد نقطه في البطوله، لانك يعني على مستوى تصنيف المنتخبات على مستوى اسيا على مستوى المنتخبات العربيه وحتى الخليجيه، يعني تصنيفك يعطيك الاريحيه انك تبحث عن اعلى وابعد نقطه في اي بطوله. الاعمار الموجوده في المنتخب اليوم تشوف مواليد 99 و2000 2001 2002، في مجموعه من الاعمار موجوده مع المنتخب، في مجموعه من اللاعبين يشاركون مع المنتخب الاول، في مجموعه يلعبون مع الفريق الاول في دوري كاس الامير محمد بن سلمان. هذه مؤشرات ايضا تعطينا انه احنا كمنظومه كره قدم في الاتحاد السعودي او حتى على مستوى الاعلام او حتى على مستوى المتابعين انك دائما تبحث عن الافضل كمشاركه، وهذا يعتبر تأهل الثالث يعني في نفس البطوله. لذلك ان شاء الله انه يكون يوم الاحد ان شاء الله يوم فرح للوطن بالحصول على البطوله باذن الله يا رب. فيه ابو فهد كثير كان الحديث على مستوى الاعمار، يعني في منتخبات ماخذه يعني مواليد اقل من المواليد اللي احنا اخذناها لهذه البطوله من اجل استعداد البطوله اللي تليها. تحس ان هذا له دخل في الامور الفنيه الموجوده الان في المنتخب الوطني؟ لا، هو طبعا انت شوف انت تتكلم عن جيل، يعني تتكلم عن جيل موجود معك الان، لابد انك تستفيد من هذا الجيل يعني اكبر قدر ممكن اعطائهم فرصه لعب في بطولات يكتسبون من خلالها خبرات تراكميه، خبرات لعب تراكميه. هذه ما راح تقدر تحصلها هذه الخبرات الا بالمشاركات اللي مثل هذه. مثل ما قلت لك المواليد اللي موجودين الان في المنتخب الاولمبي مختلفه، يعني تتكلم عن 99، تتكلم عن 2000 2001 2002، ففي اعمار مختلفه. الاهم من ذلك بالنسبه لاي احد يفكر في هذا الامر انك تشوف المنتج الاخير من المنتخب هذا، كم لاعب يكونون موجودين في المنتخب الاول، لانك انت الحصيله الاخيره او الهدف الاخير بالنسبه لي هو وصولهم الى المنتخب الاول وهم في افضل حالاتهم الفنيه والبدنيه والذهنيه والخبرات التراكميه، خبرات اللعب اقصد. لانه في المنتخب الاول انت راح اي مدرب للمنتخب الاول والان موجود طبعا كابتن هيرفي يبحث عن افضل الاسماء وافضل من يعطي اهل ارضيه الملعب وفقا لاداء، يعني وفقا لاستراتيجيه لعبه وفقا لطرق اللعب اللي بيستخدمها. وهذا يعطينا ايضا انه احنا نروح في تنسيق كبير جدا ما بين سعد الشهري وما بين مدرب المنتخب الاول هيرفي ريران، لانه في الاخير الحصيله احنا نبغى على المنتخب الاول. انت تعمل من تحت من منتخب البراعم الى الناشئين الى الشباب الى الاولمبي، في الاخير تبغى تشوف المنتخب الاول في افضل حالاته، لان هذه الاجيال هي اللي تخدم المنتخب الاول. جميل. يمكن تكلمت عن التفاهم اللي ما بين سعد ورينارد، بالاخير يعني اداره المنتخبات يكون بينهم اجتماعات دوريه ما بين مدربي المنتخبات تحديدا الاولمبي والاول، لان شفنا مثلا فراس بركان وحسان تنبكت انتهوا من المنتخب الاول راحوا للمنتخب الاولمبي بدون شك. عبد لا يمكن انك تقل في المنظومه مثل منظومه كره القدم ويكون عندك بطولات متداخل مع بعض، سواء على مستوى المنتخب الاولمبي او على مستوى الفريق الاول، الا لابد ان يكون في هذا التنسيق سواء على المستوى الاداري سواء على المستوى الفني حتى ايضا على مستوى الجهاز الطبي، لابد يكون هذا الامر موجود، ولا كان حتلاقي يعني كل منتخب يعمل لوحده، وهذه طبعا ما اعتقد باذن الله تعالى انها موجوده. بالعكس التنسيق واضح وموجود، ومثل ما ذكرت يعني تشوف لاعبين مع المنتخب الاولمبي في فتره اخرى تشوفهم مع المنتخب الاول والعكس صحيح. وهذا طبعا يعطي قوه طبعا للاعب انه يعني يبدا يكتسب خبرات اكثر، خبرات لعب. ممتاز. العزيز تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية، ومبروك تخريج ال 26 لاعب من يعني الدورة التدريبية الأخيرة اللي لأول مرة تحصل عندنا في السعودية. الله يبارك فيك، ويمكن اليوم الكابتن أحمد موجود معكم وأكثر من يتكلم عن هذا الموضوع. الحمد لله يعني
هي طبعا دورة لأول مرة تقام على مستوى آسيا بهذا الشكل، دورة مدمجة ما بين دورة البي ودورة الاي، يسمونها يعني الطريق السريع للاعبين الدوليين. موجودة هذه في جميع الاتحادات، حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي، على مستوى الاتحاد الآسيوي، جميع الاتحادات موجودة فيه، لكن احنا على مستوى الاتحاد الآسيوي ترى هذه أول مرة تطبق أو تنفذ هذه الدورة على مستوى دول آسيا بأجمع. بتصير مرة ثانية أبو فهد هذه؟ طبعا هي تقام، لكن ما تقام كل سنة، هي طبعا لها نظام معين في موضوع إقامة الدورات اللي مثل هذه. تعتمد على أشياء كثيرة يعني، وعلى شروط كثيرة مع الاتحاد الآسيوي، وأكيد بالنسبة لنا حنسعى أكيد لإقامتها أكثر من مرة، لأنه اليوم يعني تتكلم عن لاعبين أخذوا خبرات كثيرة جدا، ومروا عليهم مدربين يعني كثر، مروا عليهم مدارس تدريبية كثر، عندهم خبرات ميدانية كلاعبين. اليوم نبغى نحولها مع الجانب المعرفي اللي يأخذونه في الكلاسات، والجانب العملي اللي يأخذونه في أرضية الملعب كحصص تدريبية، أنهم يحولون هذه الخبرات إلى خبرات أخرى، وبالتالي يصير تفكير هذا اللاعب أنه في الجانب التدريبي أو في الجانب الفني أكثر. طبعا ما أخفيك، هو المفترض أنه اللاعب يبدأ يفكر في هذا الجانب في تقريبا آخر سنتين أو آخر ثلاث سنوات، في الوقت اللي يحس فيه أنه خلاص بدأ يفكر في عملية إنهاء اللعب أو الاعتزال بشكل يعني أوضح، ويبدأ في هذه الدورات على أساس أنه بعد فترة يكون يعني جاهز للدخول في سلك التدريب. ممتاز. أخيرا أبو فهد، راح يقام دورة قريبا في اللياقة صحيح؟ الآن شغالة دورة في اللياقة في جدة، اللي هي الدورة الآسيوية 1A. قبلها بأسبوعين كان واحدة في الإحتاء، وقبلها أيضا بأسبوعين كان واحدة في الرياض، في سلسلة دورات تدريبية بالنسبة للياقة البدنية في ثلاث مدن عملناها خلال شهر واحد: الرياض، الإحتاء، الآن موجودين في جدة، اليوم الأول انتهى وبقي لهم 4 أيام بإذن الله تعالى. ممتاز ممتاز. إن شاء الله البرو بعد أبو فهد، بدامكم جبتوا البي والأيد، البرو تصير في السعودية. البرو بإذن الله تعالى مبرمج لها في شهر 7 أخي عبد الرحمن بإذن الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا، هذه بشارة خير للي تخرجوا اليوم. شكرا جزيلا للعزيز تركي السلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعطيك العافية. الله يعطيك، شكرا لك. توقع مالك عذر ها؟ شهر 7 موجودين إن شاء الله، مالك عذر. العكس، أول شيء أنا بالنسبة من عبر قناة سبيسي أحب أشكر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد والقائمين على الاتحاد، والأخ تركي السلطان على أعطانا الفرصة والتوفير للأمانة لجميع الأجواء الإيجابية اللي في هذه الدورة، كان كل الأمور والأشياء موفرة بشكل إيجابي، الشكر موصول لهم. إن شاء الله أن نكون قد الثقة، وإن شاء الله أن في المستقبل نكون مشرفين للوطن إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحلو يعني 26 لاعب أنتم كنتوا أحمد، ها؟ 26 عشان ما أطلع من ال 26 لاعب. أنت من الثلاث الأوائل؟ والله نتمنى إن شاء الله، نتمنى. أنا مدري مين قال لي معلومة، قال لي أنت في الثلاث الأوائل. والله ما أدري، لكن من أول يقولون شاطر في المدرسة. لا أنا في المدرسة لك عليك. طيب كم وصل لعيب؟ لا بس ما شاء الله تبارك الله، جميلة صراحة. لا جميلة، شوف إنك تأخذ مجرد إنك تأخذ شهادة البي والأي في وقت واحد، أعتقد إن هذا شيء جميل. ما نجبنا الطاري، خلينا نشوف فيديو محللنا الفني أحمد عطيف اليوم استلم الشهادة وشرفنا في هذا الحفل. ورونا يا شباب، يلا أعطونا إياه. أحمد عطيف طبيعية، هذا كم واحد؟ لا ما شاء الله، اثنين. ألف مبروك للكابتن العزيز أحمد عطيف، حصوله أكيد على شهادة تدريبية A B و A بإذن الله تعالى، ومبروك لكل الكباتن اللي كانوا موجودين واللي يعني زاملناهم من خلال تواجدهم كلاعبين، والآن بحصولهم على الدورة التدريبية. المشاهدين والمستمعين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل. الأولمبي يلاقي أوزباكستان في النهائي المنتظر. يا الأخضر يلي ما تعرف المستحيل، الكبير كبير من يقدر عليك، وش نقل لك غير تقدر يا أساس، الكبير كبير من يقدر عليك، وش نقل لك غير تقدر يا أساس.
حياكم الله مشاهدي قناة اس بي سي مستمعينا عبر أثير جدة. فما أسباب وصول المنتخب الأولمبي لنهائي الآسيوي؟ سعد الشهري 40%، جودة اللاعبين 47%، تهيئة النفسية 10%، سبب آخر علي. والله شوف، صعب أنك تتكلم على سعد وتترك اللاعبين والأدوات، أنا أشوفها تجتمع في جودة اللاعبين وأدارهم مدرب مميز جدا. عبد الرحمن، ودي اضاف خيار الكل، يعني حرام، يعني انا اتكلم عن المدرب اشتغل خلاص اتكلم ما في كم في سبب لا ما احتاج ضمهم مع بعض علي جميع ما سبق جميع ما سبق عاد ما عندنا مشكله انا فيها. احمد، اذا قلنا 40% الجمهور يعطي سعد الشهري يبين لك ان في عمل مدرب، اذا قلنا في عمل مدرب في ستاف على مستوى عالي مع المدرب، ما اعتمد بس انه قال والله وجهه نظر شخصيه، المدرب ما له دخل في الجنسيه، هو مدرب بالاخير. صحيح فكر. صحيح. كما قالوا ادعم مدرب وطني، لا انا ما عندي، انا عندي مدرب واحد وطني ولا اجنبي. انا اشوف اهم شيء المدرب، اسم مدرب اللي هو المسؤول الفني، العقليه، الشيء اللي قاعد يقدمه سعد بغض النظر زي ما ذكرت سواء الجنسيه او هذا، احنا لازم اجنبي او سعودي او محلي او ادعم الوطني او ادعم الاجنبي، لا، اللي قاعد يكسبك هذا هو المدرب الناجح. سعد مدرب ناجح، عرف كيف يتعامل مع الأدوات، عرف اختيارات اللاعبين، لأن أنت منتخب لازم تختار لاعبين معينين اللي يتوافقون مع سياستك وأسلوبك ونظامك في اللعب، فأعتقد أن سعد عرف يختار ووظب اللاعبين، واللاعبين على مستوى الموجودين زي ما ذكرت أنا قبل كذا، اللاعبين موجودين على مستوى عالي عرب، لكن في مدرب لما يعرف يتعامل مع اللاعبين والأدوات اللي عنده يقدر يفرض أسلوبه داخل أرضية الملعب، ويقدر يبين أسلوبه وش هو الاسلوبه، هل هو اسلوب دفاعي هجومي هذول اللي مع سعد الشهري نتكلم عن زامل التميم محلل فني، جبريل العميري محلل فني، عبد الرحمن الجرسان مدرب حراس، احمد رويع مساعد، علي عمير مساعد، سيرخيو انطونيو مساعد، ومارتن كذلك مدرب لياقه. يعني هو قال لك انا جاب منوع في هو شوف المدرب ما يشتغل بالحاله، خلنا نعرف ان المدرب ما يشتغل بالحاله، يشتغل مع مجموعه استاف من محلل، من جهاز لياقي، من مساعد مدربين، اكيد الافكار اجتمعت، اكيد هم قاعدين يشتغلون يد واحده للحصول على النتائج الايجابيه، وهذا اكيد الاستاف واضح انهم متعاونين مع بعض ويثقون في بعض، وهذا اللي ادى الى نجاحهم. واعتقد ان يمكن الشيء المميز ان الستاف هذا من فتره مع بعض، فيعطيهم دائما لما يكون مع بعض اللي هو الاتفاق على الراي. صحيح. التواصل مع بعض، فاعتقد ان النجاح ليس بس للمدرب الفني، للجهاز الفني عامه. عبد الرحمن، برجع لك على كلام تركي السلطان عضو لجنه الاتحاد السعودي، عضو الاتحاد السعودي لكره القدم، قال انه ما يهم مساله البطولات في الفئات السنيه اكثر ما يهم ايش النتائج النهائي للمنتخب الاول. ما في شك سواء على المنتخبات او حتى على مستوى الانديه، النادي اللي في الفئه السنيه اللي يكون تركيزه الاول انه يحقق بطوله ما راح ياخذ المخرج، وكثير من الانديه اللي قاعد تحقق مو قاعد تطلع لعيبه، الاهم انا يكون عندي صناعه لاعب او مراكز معينه، اذا كانت المدرسه سواء في المنتخبات او في الانديه يعني تتفق بشكل كبير انه صناعه لاعب كذا او كذا او ايجاد خلل موجود في الفريق الاول. خلينا نتكلم عن فريق الهلال مثلا كمثال، الهلال قاعد 10 سنوات بعد رحيل احمد الدوخي يعاني في الظهير الايمن، للاسف كم يعني لم يجد الهلال حل، مع انه هو المدرسه الشهيره في اخراج اللاعبين في تلك الفتره، ومع ذلك احنا نتكلم عن المواضيع هذه. ان نرجع للموضوع الاساسي، ان اليوم ما في شك انه مهم صناعه منتخب قوي جدا، وهو يبدا من الفئات السنيه. احمد يعني من ضمن المجموعه كانوا بعدين في الناشئين وفي الشباب، وحتى وصل المنتخب الاول وقدموا كل ما يستطيعون ومثلونا خير تمثيل. اليوم انا اتكلم عن اذا كان انت اتحاد سعودي حالي الان عندك هدف الاولمبياد باريس ان شاء الله 2023، ترى اعتقد انه 80% من الاسماء الموجوده اليوم ما راح تكون موجوده، انه تكون متجاوزه العمر الخاص بالاولمبياد، اي ترجع للاهداف واستراتيجيه الاتحاد. واضح ان الاستراتيجيه واضح الهدف، أيه. اعتقد نوضح بشكل جدا واضح، هذا اللي كان الناس تتكلم عنه بشكل كامل. علي، اذا جينا نتكلم عن لاعب كان في النصر واعتقد اعاره الان للطائي اللي هو حارس المرمى نواف العقيدي، اللي اليوم بشباك نظيفه يؤهل المنتخب للنهائي من المباراه الاولى في المجموعات الى اليوم. اول شيء الحس المسؤوليه في اللاعب، شيء ثاني تتكلم عن الخطوه اللي اتخذتها اداره نادي النصر باعاره هذا اللاعب كذلك. شوف اللاعب هذا
اللاعب هذا كان مع المدرب روي فيتوري لعبه هذا كقلب دفاع في التمارين، كان شايف في نواف فكرة أنه حارس مميز لكن يبغى يعلمه كيف يلعب الكرة بالأقدام يكون حارس متكامل. هذا كان ترى فكر فيتوري معاه في التمارين، حتى اللاعب كان أحيانا ممكن يفكر يستغرب كيف أنه جالس يلعب كليبرو أو كسنتر، فجربه مرة واثنين وثلاثة إلين اللاعب تطور بشكل كبير جدا. هذه المباراة ما هي الخامسة، قبلها ثلاثة مع الطاي شباك نظيفة جالس يقدم مستويات كبيرة، الجميع صراحة يثني عليه على مستوى. في واحدة من المباريات ما بين النصر والاتحاد كان مارسيلو قروي حارس الاتحاد كان يثني على نواف، كان يتكلم على حارس انه متنبئ له مستقبل كبير جدا، الحارس صراحة يملك امكانيات كبيرة. دائما مشكلتنا احنا في الاستمرارية، الاندية الكبيرة صعب انها تعطي اللاعب عمره 20 ولا 21 سنة فرصة انه يلعب ويستمر في اللعب. اليوم حتى لما نبي نشوف نواف اصيب الدقيقة 89 اللي دخل عبد الرحمن الشمري ترى معار ايضا من النصر الى نجران، صدرك للجزاء وقدم مستوى يعني يعتبر جيد بحكم الوقت اللي لعبه. الانديه الكبيره صعب انها تعطي اللاعبين فرصه، اللاعب لما ياخذ خطوه وانه يكون جريء فيها يروح يعاره وينتقل بشكل كامل لاي نادي حتى لو كان نادي مو بجماهيري ولا في اعلام حوله راح يقدر يرجع ويثبت نفسه ويلعب من جديد. الرحمن تكرم يلعب برجلين الثنتين نواف، هذا شيء مبهر جدا ان الحارس يلعب برجلين الثنتين. اليوم كويس انه كثير من الجمهور قاعد يتوعى على موضوع انه الحارس مهم انه يلعب اقدامه، يمكن انت عبد الله المعيوف الناس تقول لا انا ابغى حارس ما يهم واحد يلعب اقدامه، لا اليوم كويس انه الناس بدات تنتبه انه هذا جزء مهم انه من الكوره انه الحارس يقدر يساعد حتى الفريق انه يطلع الكوره ويخف كثير من الضغط اللي صاير على اللعيبه. ما شاء الله تبارك اليوم علي بختلف معه موضوع انه صعب انه يلقى له في النصر، لا يقدر يلقى له في النصر، بس اذا وجد الدعم الكامل من الانديه الكبيره صعب تصبر عنده. ما يخالف انا ما ممكن امدد سنه ثاني مره اعاره، لكن ما فرط بلاعب زي حارس ما اتوقع يفرط فيه. لا لا اليوم ندره اليوم ندره لا ندره ايش فيك خفت؟ لا لا مو لا مستحيل ان النصر يفكر انه يفرط بحارس بحجم نواف. ايه طبيعي يعني بكل هذا بيفرط عشان كذا اقول لا ما شاء الله عنده يصير عنده مين بخاري وشمري ما يقضيها اعارات اكيد. ابرجع لازم يكون له فرصه صراحه. ايه ابرجع لاحمد بنقطتين، اول شيء اذا قلنا حارس مرمى جيد اكيد كلنا نعترف ان حارس مرمى جيد، لكن قدامه خط دفاع كذلك يعتبر مميز، تكلم عن حمد اليامي سعود حسان ومتعب الحربي. شوف هي شوف منظومه كامله، انا إيه؟ بالنسبه لي هي تعتبر منظومه كامله، حارس مميز لما يكون في تنظيم دفاعي على مستوى عالي، وجود لاعبين امكانيات مميزه حسان سعود خليفه كلهم مميزين، حتى اللي انا يعني شفت المباراه الماضيه شارك خليفه اليوم شوف سعود في قلب الدفاع، يعني كل اللاعبين مميزين الادوات يعرف يتعامل معها المدرب بشكل جيد، في نظام تنظيم في الدفاع ممتاز جدا. انا قاعد اشوف اليوم في مباراه اليوم كان في تنظيم ممتاز على مستوى الخط الدفاعي في الخروج في الطلوع من جهه الكوره، فاعتقد ان هي كمنظومه كامله متكامله ادارها بشكل طيب ليش ممتاز. اخترت حامد الغامدي رجل المباراه؟ شوف انا معجب باللاعب هذا من قبل سنتين للامانه، يمكن في بعض الاحيان ما تكون عنده المشاركة بشكل كبير في المباريات في الدوري، لكن مباراة اليوم كان لاعب قيادي في وسط الملعب على مستوى بداية الضغط، على مستوى تحويل التحول الهجومي، على مستوى الخروج من الكرة من وقت في ضغط المنافس، فأعتقد أن حامد كان مميز اليوم في شيء في مباراة اليوم، صنع الهدف الثاني في بداية في الضغط، كان خطير في الضغط العكسي، أعتقد من اللعيبة المميزين. طيب آخر شيء بشكل سريع جدا عشان عندي فاصل نرجع بعد الفاصل، علي الأوزبكستان انتصر على اليابان بهدفين مقابل شيء ويقابلك الآن في الكرة الأوزبكية قاعد تتطور وأكثر منتخب مسجل أهداف عنده 17 هدف. قوة هجومية ضد 17 هدف. قوة هجومية ضد فريق أقوى دفاع تتكلم على مباراة راح تكون صعبة على الطرفين، دائما الإفراط بالتفاعل الزائد راح يسبب لنا مشاكل كثيره. دائما احنا نشوف ان لما تكون انت على مستوى من الثقه من الهدوء من التركيز من بعد عن يعني يتم ابعاد الفريق كامل عن الضغط الاعلامي والكلام اللي جالس يطلع راح يكون فريق اكثر هدوء. مباريات نفس هذه اذا كسبت وسط الملعب راح تكسب المباريات. عبد الرحمن
فرصة ما راح يفرط فيها منتخب زي أوزبكستان إنه هو مستضيفه وعلى أرضه منتخب قاعد يتطور. أنت كمنتخب سعودي يجب إنك تواجه هذا كله. بالإضافة إنه أنت اليوم تجاوزت العصر يوم 19 أنا أعتقد إنه لحد إن شاء الله يا رب. برضو توقيت موحد الله يعين. طبعا أتكلم عن برضو إحنا أعتقد إنه أكبر منتخبين وأثقالهم طلعوا الآن أستراليا واليابان. يوم أنا شخصيا تفاجأت إنه بوصل اليابان إلا سوري الأوزباكستان للنهائي. أنا أدري إنه منتخب متطور لكن ما وصل مرحلة إنه يخرج اليابان. اليابان برضو عنده عمل ترى استراتيجي طويل جدا يعني مو تتكلم قبل 20 سنة أو 25 سنة. عندي طلب خاص بس الآن أتكلم واحد زي نواف العقيدي قدم مستوى هائل جدا مو واحد صدفة اللي قاعد يسوي نواف مو بصدفة. أتمنى أن يشوفه في كأس العالم مع التقدير بعض الحراس الموجودين نواف أجدر أنه يكون موجود مع طبعا مع عبد الله المعيوف. هو عبد الله المعيوف ممكن أضيف عليه مسلم داله أنا ما قطع عبد الرحمن لكن في في انا بالنسبه لي انا اشوف المنهجيه اللي اتخذها رينات منهجيه واضحه وصريحه للاستمراريه المجموعه. انا صح. اوكي انا نواف مميز نواف حارس مميز لكن ما يستدعي اني انا عندي حراس مستمرين معي في من التصفيات الاستمراريه موجوده اللاعبين اللي حتى لو نشوف تغييرات رينات ما يتجه للتغيير الجذري او يحاول يغير بشكل كبير في الاصابات في يعني احيانا تغيير اثنين ثلاثه اوكي هذا اللي يحافظ على المنظومه. صح هذا اليوم مرحله انتهت التصفيات هذه مرحله جديده حتى مرحله جديده انت بتبدا اساسا عندك 6 شهور تقريبا يعني انا ما عندي هدف كاس العالم لا عندك هدف هدفي يعني خلاص انا اجيب انا اختار افضل موجود انا اوكي بس انا الموضوع بس طيب اللي بسك سؤال ثاني خلينا عن كاس العالم نواف العقيدي احسن من فواز شوف انا ممكن احرجكم زملائي لا 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 الآن نواف مو بأفضل من من القرني محمد العويس على أي أساس بنيت العويس بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أفضل حارس لكن ما 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 شارك لما راح ما شارك لما راح الهلال أنا بالنسبة لي العويس أفضل حارس مرمى كان موجود في الاستمرارية اللي كان يلعب فيها أوكي أنت على أحسن من عبد الله المعيوب برأيك أي أنا بالنسبة لي ما هو وجهة نظر كابتن لا شوف أنا ما هو أنا ما أتكلم على المستوى المعيوف حارس قاعد يقدم بشكل كبير المعيوف حارس لكن أنا على المستوى المنتخب الأفضل كان موجود العويس وقاعد يقدم نفسه بشكل كبير لكن معيوف الحارس قدم للكرة للنادي الهلال شيء كبير والحارس الأول في جميل. الهلال والحارس المحلي الأول حاليا في الدوري السعودي لكن نظرية أنا أتكلم عن نظرية ريناد اللي هو الاستمرارية على المجموعة والمنظومة واحدة والمنظومة الواحدة يعني جميل. أنا عندي حارس على مستوى عالي زي العويس أوكي المعيوف ما حد يختلف عنه النواف ما حد قاعد يقدم بشكل كبير بس بالأخير بيحافظ على المنظومة اللي هو كونها صحيح يعني أنا في 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 أنا في نقطة في مباراة استراليا اللي في استراليا كنا فاقدين حارسين أساسيين واحد للإصابة نعم. مين كان موجود رباعي ومين كان متألق اللي أحسن محمد العويس ومين كان متألق محمد العويس لا تقول لي أحسن محمد والله وجهة مين كان متألق مين كان متألق أنا ما أنا أتكلم عن الحين رباعي مين كان متألق في المباراة دي رباعي إيه؟ هذيك المباراة كانت مفصلية لتأهل المنتخب الربيعي كان له بعد الله سبحانه وتعالى فضل أن تكون مباراة بنتيجة إيجابية خارج ملعبنا أنا الوقت دهمني عندي فاصل أنا لو عندي قرار الحراس الثلاثة يروحون مع الكاس العالم ما هم موجود ولا واحد فيهم خلص عبد الله المعيوف الربيعي نواف العقيدي لأنهم يلعبون الكرة اللي أنا أبغاها الناس تلعب تستخدم يعني حارس وحتى تستخدم أقدام أنا خلص كل واحد له وجهة نظر بالأخير طيب للمشاهدين والمستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل الأندية تحاول اللحاق فيما تبقى من الدوري حياكم الله مشاهدي قناة SBC مستمعين عبر أثير جدة FM كنا نتكلم عن المنتخب ويا رب الله يوفقهم إن شاء الله يوم الأحد وراح يعني نبحر في برنامج ملعب SBC أكيد في التحليل الفني اللي يخص المنتخب الوطني بروح لوديات الأندية علي وديات كثيرة للأندية في الوقت الراهن بعد تأجيل حتى الجولتين الأخيرة لكن خليني بس أروح للرائد تحديدا اللي كمان أنهى
اليوم عقد حارسه بعد الاصابه، الرائد وضعه يعني مو بالسليم. شوف يعني يمر في تحديات صعبه، هذه وديات الرائد، خسر من الفيحة وبكره عنده قدام النصر. شوف الرائد في موقف لا يحسد عليه، قدام مباراتين اما اكون او لا اكون، انت تتكلم انك تنهي عقد حارس باقي عندك جولتين، تتكلم على هبوط وعندك مباراه مهمه مع الاهلي، الاهلي اللي ينافس معاك على الهبوط، تتكلم على وضع صراحه مكركب. فرايد وضعهم صراحه من وين سيد. المشاكل ذي والكركبه عليه؟ شوف المشاكل هي مجتمعه، اداره مع مدرب مع لاعبين. لا انا ما احب اروح كله دائما للمدرب للاداره اللاعبين، اللاعب اذا ما يحس بالمسؤوليه هذه مشكله كبيره. اذا اللاعب يجلس في الملعب يسحب رجلينه ما مو راضي يلعب هذه مشكله. احنا كل ما قلنا شيء قلنا مدرب، قلنا رئيس، قلنا اداره، طيب واللاعب؟ من اللي حاسب اللاعب؟ لما تجي مباراه يخسر في اثنين وثلاثه واربعه، طيب واللاعبين وش يسوون؟ لما تصير في مسؤوليه من اللاعبين واحساس بقيمه الشعار اللي لابسينه ما راح يكون فريق بهالشكل. الاتحاد لما كان ينافس على الهبوط كنا نشوف في روح من اللاعبين بالملعب، تتكلم على احساس بالمسؤوليه، تتكلم على عوده النصر للبطولات، تتكلم على الهلال لما يخسر مباراه ولا مباراتين ولا بطوله ترجع تلقاه. يعني الهلال لما خسر كاس الملك وكان يقولون صعب انه يرجع برضه بالدوري، رجع وتصدر لانه في احساس بالمسؤوليه. حتى لو المدرب ما كان يقدم مستوى، في لاعبين بالملعب يقدموا مستوى. انا لما اجيب لاعب عشان يلعب مو بلاعب عشان يسحب رجلين، حتى لو قلنا رواتب ولا فلوس ولا اللاعبين صراحه انا اشوف اللاعبين يتحملون دائما 70%، بعدين اروح للمدرب بعدين اروح للرئيس. مساكين ذا اللاعبين. لان اللاعبين هم اللي يلعبون كابتن. انا هذا كلام المدرب على اللعيبه نفسهم ترى. شوف انا 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 ما ادري بتحط يمكن قول 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 تقولون محامي اللعيبه. لا انا شوف هي كره القدم منظومه كامله. انا اتفق مع علي في جزئيه وجزئيه ممكن ما اتفق معه. اللاعب ما في لاعب يدخل ارضيه الملعب يبغى ينهزم. انا ما اعتقد ما تعاملت مع لاعب يبغى يلعب يدخل ارضيه الملعب يبغى ينهزم، حتى لو خارج دوري محترفين في اي مكان. مستحيل اللاعب يدخل ما عنده هدف انه يفوز، اقل شيء هدف. اول شيء على مستوى الفوز هو بيستلم، اذا فزت بتستلم مكافاه، اذا فزت بتاخذ زياده في الراتب او 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 ايا كان. يعني انا عندي طموح بغض النظر عن الهدف اني بفوز، اقل شيء لو بدور مصلحتي باخذ منها مردود. بس احمد اعتقد انه في بعض المباريات يدخل اللاعبين بدون رغبه. هي ممكن، لا هي ممكن مشاكل عامه دخلت مع مشاكل نفسيه. هي كلام مدرب، هذا المدرب هو يقول اللعيبه ما قاعد يتمرن صح. شوف هذا انا ما اشوف المدرب تذكر كلام المدرب حق المدرب. المدرب اللي صرح التصريح هذا مع احترامي له انا اعتبره مدرب جبان ويرمي التهم مش عاد الحين. يعني اي انا اقول لك يرمي التهم في كل مكان. 30 ثانيه عبد الرحمن، الرائد وضعه تتوقع انه ممكن يكمل ولا لا؟ موريها هبوط صراحه، عمل اخطاء متراكمه. انا احملها بالمقام الاول رئيس النادي فهد المطوع تقدير لشخصه، ولكن اخطاء يعني كثيره. يعني مفترض التجربه الكبيره جدا اللي عاشها في هذا الدوري انه يستفيد منها. اليوم الفيحة يهبط ويرجع ثاني مرة ويوصل لنهاية كأس الملك حقه، استفاد من تجارب. لكن كل سنة أنا أرجع على الحاسبة كان باقي لي على البقاء، صراحة مؤلمة، والرايد ما يستاهل ولا جمهور يستاهل. طيب شكرا عبد الرحمن بعود، شكرا أحمد عطيف، شكرا على النزي، شكرا. بكرة حلقة جديدة في نفس الموعد، قادرين فما الله.